الآن عبر سكايب مباشرة إلى إسطنبول مع المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أستاذ غزوان، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الذكرى، ذكرى هذه المجزرة الأليمة التي عشناها قبل سنوات. الجرائم بالسلاح الكيماوي مستمرة في سوريا، وذلك منذ سنوات عدة لم تتوقف، مع كل التوثيقات، مع كل الجهود، لكن لا عقاب ولا محاسبة واضحة إلى حد الآن. إلى متى؟ يعني بكل أسف المجتمع الدولي عبر عن فشل ذريع في مسألة المساءلة والمحاسبة وقضية العدالة وإنصاف الضحايا في سوريا. مجزرة الكيماوي على خطورته وأهمية الحدث كعلامة فارقة في سياق الصراع في سوريا، لكن تجي ضمن سياق متصل لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات اللي ارتكب النظام السوري بحق السوريين منذ بدء الثورة. يعني فهذا الفشل الذريع كما أسلفتم في التقرير يعني دفع بالمحققة الدولية ديل بونتي للاستقالة نظرا لشعوره بالأحباط، لكن نحن كسوريين لن نكل ولن نمل ولن نشعر بالأحباط. سنراكم العمل الحقوقي ورقة فوق ورقة وملف فوق ملف حتى ننتصف للضحايا وننتصر لقضية العدالة في سوريا. طيب أستاذ غزوان، الجرائم الكيماوية والمجازر التي هي من طبعا الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم ولن تمر دون حساب حتى لو بعد حين، ما الذي يدعم ملف الكيماوي السوري؟ وقانونيا لو تحدثنا المسار الذي يمكن أن يأخذه هذا الملف بالتوثيقات الموجودة الآن؟ أجريت الحقيقة في موضوع مجزرة الكيماوي تحقيقات كبيرة، يعني سواء على المستوى القانوني والحقوقي أو على حتى المستوى الرؤية الإعلامية لآلية وقوع الجريمة. فهناك ما يؤكد من الوثائق، من الأدلة، من المخلفات الصواريخ اللي أطلقت على الغوطة، ما يؤكد ارتكاب تلك الجريمة، مصدر تلك الصواريخ ومن أين أطلقت والمسار اللي مشت فيه وصولا إلى الهدف، كل هذا موثق وموجود لدى لجان التحقيق الدولية، موجود لدى منظمات حقوقية دولية وسورية. والآن تسعى يعني الآلية الجديدة التي تم إنشاءها عقب صدور قرار بإنشاء آلية جديدة للمحاسبة والمساءلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى لبناء ملفات قضائية تمهيدا لإحالتها إلى محكمة مختصة قد يتم إنشاءها أو إلى محكمة جنايات دولية. شكرا لك على هذه المداخلة سيد غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.